ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى تهدئة المخاوف من زيادة المعروض التي أثرت سلبا على الأسواق في الجلسات الأخيرة. كما زاد مزيج برنت 57 سنتا بمعدل 0.8% ليصل إلى 74 دولارا و10 سنتات للبرميل. وكان النفط الخام قد سجل ارتفاعا قدره 38 سنتا عند التسوية أمس الثلاثاء، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو ما يعادل 0.4% ليصل إلى 68 دولارا و79 سنتا للبرميل، بعدما صعد نحو 1% في الجلسة السابقة.